صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. فأهلا وسهلا بكم جميعا مرة أخرى في حلقة جديدة ومتجددة بكم، والتي يعني نستهل بها دائما بأحد الأخبار التي تطالعنا بها وكالات الأنباء. لكن قبل الخبر خلوني بس أقدم تحياتي لمخرجنا لهذه الحلقة أستاذ أيمن سرحيل، ولطاقم الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، حقيقة على المجهودات الكبيرة التي يقدمونها في هذا المجال. أيضا مستمعين، أحب أذكركم بأن من خلال موقع البيان، صحيفة البيان البيان.ae، يمكنكم التعرف أكثر على الملحق الخاص بالبيان الصحي والذي تقدمه يعني مؤسسة البيان بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. هذا الملحق يحوي الكثير من المواضيع الطبية التي ترغبون حقيقة بالتعرف عليها، لأنها مواضيع مهمة تهمنا في حياتنا لتعزيز نمط الحياة الصحية التي يجب أن نعيشها. عموما نعود إلى الخبر الخاص بحلقة اليوم بعنوان روبوت يساعد في تأهيل الأطفال المعاقين. تفاصيل الخبر، يقول الخبر: طور باحثون من شركة جورجيا تيك أدوات جديدة تساعد في إعادة تأهيل الأطفال المعاقين ذهنيا وبدنيا على شكل روبوت صغير يأتي مع جهاز لوحي يعمل بنظام الأندرويد. يتعلم الروبوت الذكي مراقبة كل حركة تتحركها يد الطفل مع اللعب، وهو قادر على التعلم بسرعة، حيث يستطيع التعرف على المكان الذي لامست فيه يد الطفل الشاشة. يأمل الباحثون في الشركة توسيع نطاق استخدام الروبوت الذكي كي يساهم بفعالية أكبر في برامج إعادة تأهيل الأطفال المعاقين، إذ أن الحركات التي يعيد الروبوت تكرارها كل مرة تساعد الطفل المعاق في التحسن تدريجيا، كما أن رؤية الطفل للروبوت وهو يتحرك تشجعه أيضا على الحركة أفضل بكثير من أن يحاول الحركة بمفرده. إذن ما زلنا في هذا الإطار حقيقة، وأيضا ما زلنا في التحدث عن يعني الأجهزة والمبادرات التي تقدم للتأهيل وللمعاقين. فيعني إن شاء الله نحن على أبواب معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016، حيث أجرت هيئة الصحة بدبي تحضيراتها الأخيرة للمشاركة في هذا الحدث الكبير اللي بينطلق غدا الثلاثاء وبيستمر حتى يوم الخميس، وسط حضور مميز للهيئة اللي بتطرح عبر منصتها مجمل الخدمات والتطبيقات الذكية اللي توفرها لذوي الإعاقة على وجه التحديد. أيضا كانت هنالك دعوة من الهيئة لجمهور المتعاملين لزيارة منصتها في مركز دبي التجاري العالمي بالقاعة 7 و8، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء طوال أيام الحدث اللي قلنا أنها بتستمر من يوم الثلاثاء، غدا بتنطلق إلين يوم الخميس. الحديث أكثر عن هذه التحضيرات وتفاصيل هذه المشاركة من هيئة الصحة، نحن سعيدين باستضافة الأستاذ غانم لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي ليعرفنا أكثر على هذه المشاركة. حياك الله معانا أبو عبد الله. يا حي الله أبو يوسف، حالك؟ الله يسلمك أبو عبد الله. أهمية مثل هذا المعرض لهيئة الصحة في دبي، وما حجم مشاركة الهيئة في المعرض؟
طال عمرك، بالنسبة لهذا المعرض أول شيء بتكلم عن إمارة دبي إن هي نجحت في تقديم نموذج عالمي للتعامل مع ذوي الإعاقة، كما أنجز حزمة من النظم التي تكفل توفير الرعاية الكاملة وتمكين ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع ومواقع الإنتاج المختلفة. كذلك والإسلام بفعالية في تطوير مدينة دبي وازدهارها. كل هالأشياء وفق تخطيط مرتب منظم من قبل الحكومة، على ذلك وفق ما تقتضيه ذوي الإعاقة في اهتمام ورعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة. ومن هنا تأتي أهمية المعرض لهيئة الصحة للطرح ما لديها من خدمات والتطبيقات والتجهيزات الموجهة لخدمة ذوي الإعاقة. حجم مشاركة هيئة الصحة، دائما هيئة الصحة في دبي حريصة على التواجد في منصات متميزة تستعرض فيها مجمل خدماتها الذكية والخدمات التي توفرها لذوي الإعاقة في مركز التأهيل المتخصص وأقسام العلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام المتخصصة في جميع مستشفيات ومراكز هيئة الصحة. بخصوص سمع الملامح توجهات هيئة الصحة ذوي الإعاقة، هيئة الصحة تدي ضمن استراتيجيتها للاهتمام بذوي الإعاقة هذه فئة من الأولويات وخاصة في استراتيجية التطوير الجديدة، وهي تدخر وتسأل في توفير أعلى مستويات الخدمات الطبية التي تتناسب مع ظروفهم الصحية وتحقيق رضاهم وثقتهم. وتجدر أن استراتيجية الهيئة اجتمعت على حزمة البرامج المتقدمة في تحقيق الصحة والسعادة لذوي الإعاقة، منهم من ضمن هذه البرامج اللي بغيت أذكرها لك يا أبو يوسف الكشف المبكر عن الإعاقة المتصل برنامج صحة الطفل التي تضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية، ومن بينها ما هو مختص بمقدمي الخدمات في الطواقم الطبية والتمريضية. هذا بالنسبة للإعاقة. هيئة صحة دبي فوق هذا كله تقوم على توفير تسهيل خدمات الوصول ذوي الإعاقة لمراكز عملهم، تأهيلهم، علاجهم في وقت مبكر، كذلك توفير وظائف لذوي الإعاقة. هذا بخصوص هيئة صحة دبي. طال عمرك. نعم. طيب يعني أنتم طارحين خلال هذه المشاركة بعض الخدمات الخاصة ب يعني تطبيقات ذكية أو حتى خدمات توفرونها لذوي الإعاقة من خلال طرحها في هذه المنصة. يا ترى من ضمن هذه الخدمات الخدمة الروبوتية التي توفرها الهيئة لتأهيل المرضى ومساعدتهم على الوقوف والمشي، تعرفنا أكثر عن هذا؟ طال عمرك هذا جهاز يسمونه جي او يو روبوتي، اللي هذا إضافة نوعية لمجمل التجهيزات. هذا نوع من الأجهزة اللي يساعد المعاقين على أنهم يمارسون حياتهم بكل سهولة وتأهيلهم على تأهيل الأطفال والكبار على المشي. هذه الأجهزة اللي عندهم شلل وضعف في العضلات وعدم القدرة على المشي، وتم استعراضها هذه القرية الابتكارية. هذا صراحة تقدر تقول نقلة نوعية في العلاج اللي هم تقدر نقول نوعا ما عاجزين عن المشي. هناك خدمات ثانية بخصوص تأهيل المعاقين خلال مختلف الإعاقات اللي موجودة. نحب أن يشرفونا المستمعين على منصة هيئة صحة دبي على أساس الاطلاع بشكل مفصل على هذه الخدمات. طيب خلنا نذكر بس المستمعين بتواجد الهيئة ضمن هذا المعرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016، كيف ممكن يوصلون وكيف ممكن يتعرفون على المنصة وما تقدمه لهم. هذا بيكون في المركز التجاري العالمي في دبي في القاعة رقم 8، ونحن موجودين هناك إن شاء الله لتوضيح كافة الأسئلة بخصوص الخدمات الذكية وبخصوص الأجهزة الداعمة لذوي الإعاقة. كلمة أخيرة تبغي توجهها أبو عبد الله؟ أحب أن كافة أفراد المجتمع والشركات يدعمون ذوي الإعاقة لما لهم من أهمية، أغلبيتهم من المبدعين الذين يقدمون الابتكارات الحديثة، ونحن عندنا نوعيات كثيرة في هيئة الصحة ويشاركونا في العمل والإنجازات المتميزة. الأستاذ غانم لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. ألف شكر.
إذن مستمعينا اللي حاب يتعرف على الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال ومن خلال هذه المشاركة، ما عليكم سوى زيارة منصة الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي بالقاعة 7 و8 بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء طوال أيام الحدث اللي هي بتنطلق من يوم غد إن شاء الله يوم 3 وبتستمر حتى يوم 5 على مدى 3 أيام. تقدرون تتعرفون على الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة لذوي الإعاقة، وحقيقة هنا يعني ما أتذكر نص العبارة لكن بعطيكم المفهوم العام لهذه العبارة اللي ذكرها حقيقة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رعاه الله. يقول المعاق ليس هو المعاق جسديا، ولكن المعاق هو الذي لا ينجز. فتأملوا هذه العبارة، هل بالفعل نحن قاعدين ننجز وقاعدين نحقق يعني الأشياء المطلوبة من عندنا بكل كفاءة، وقاعدين نرد على الأقل شوية من هذا الدين اللي يعني علينا تجاه هذا البلد المعطاء؟ حقيقة إنجازات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين إنجازات كبيرة على مستوى الدولة، قدروا أنهم يوصلون على أكبر المنصات العالمية سواء في الرياضة في الثقافة في غيرها. فالواحد لازم شوي يوقف مع نفسه ويتساءل، هل بالفعل أنا معاق ولا مش معاق؟ عموما أكيد الإنجاز هو الذي يحدد كمية تفوق، سواء كنت إنسان قادر على العطاء أم لا. نحن مستمعين بعد الفاصل ما نتوجه إلى موضوع آخر، موضوع حقيقة شيق منسلط الضوء أكثر على يعني أحد الممارسات الكبيرة التي تقدمها هيئة الصحة في دبي لمجتمع دبي وللفعاليات التي تقام في إمارة دبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 وحتى 11 صباحا. كنا قبل الفاصل مستمعينا الكرام يعني تطرقنا إلى الحدث الكبير الذي سوف ينطلق غدا إن شاء الله، إكسبو ذوي الإعاقة 2016، وكان معنا الأستاذ غانم لوتا حقيقة واللي أعطانا تفاصيل هذه المشاركة من قبل هيئة الصحة بدبي. طبعا بعد ما انتهينا من اللقاء يعني صاحب الرقم 230 آخر 230 كان يسأل إذا سيستم علق عندي، أيوة ممتاز، كان يقول شكرا أستاذ غانم، هل لديكم أي خدمات قرائية لذوي الإعاقة؟ وشكرا. أنا يعني ما فهمت الخدمات اللي يتطرق لها السائل، لكن أنا أدعوك لزيارة المعرض غدا يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو حتى الخميس، وشوف منصة هيئة الصحة هنالك ممكن يجاوبونك أكثر على الخدمات التي تقدم من قبل هيئة الصحة. وأيضا إذا كانت هذه الخدمة غير موجودة ممكن تقترح عليهم أثناء تواجدك في هذه المنصة، تقترح عليهم بمثل هذه الاقتراحات إذا كنت أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، وعندك أي شخص يعني عنده إعاقة وتشوف أن هنالك بعض الأفكار اللي ممكن تقدمها لخدمة هذه الفئة، ليش لا؟ تعال زورنا وعطنا هذه الاقتراحات، أو حتى بعث لنا الاقتراح هنا ونحن ممكن نوصله للمعنيين. لكن مع ذلك أقولك زورنا في
المنصة. عموما مستمعينا، مثل ما أنتم متعودين دائما كل يوم اثنين أو خميس من كل أسبوع تتواصل هيئة الصحة بدبي من خلال لجنة أو نخبة من الأطباء والمتخصصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع جمهور المتعاملين وأفراد المجتمع، توفر لهم خدمات توجيهية وإرشادية ووقائية في عيادتها الذكية اللي تنقل على الهواء مباشرة من خلال برنامج البريسكوب أو حتى من خلال الوسم العيادة الذكية في تويتر أو سمارت كلينك بالإنجليزي، أو حتى من خلال الملخص أو المغامضات اللي تطرحها هيئة الصحة في حسابها في الإنستغرام، واللي كلهم يايين تحت هذا الحساب اللي هو DHA_Dubai، سواء في تويتر ولا إنستغرام أو حتى البريسكوب. عموما اليوم تم اختيار موضوع شيق، موضوع جميل، بتناقش العيادة أمراض القولون، ويسعدنا أن يتواصل معنا من العيادة الدكتور خالد أحمد محمد استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى راشد. حياك الله معنا دكتور. الله يحييكم، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، خلنا نتعرف اليوم. نشكر القائمين على برنامج الصحة والسعادة ونور دبي، ودائما طبعا الإذاعة سباقة لكل جميل ومفيد للمستمعين. جزاكم الله خير. جزاك الله خير دكتور. عطنا اليوم العيادة على شو قائمة وشو الأمور اللي بتطرحونها في هذه العيادة اليوم؟ أخي اليوم بنتكلم على أمراض القولون. طبعا زي ما أنتم عارفين القولون هو ذلك الجزء المهم من الجهاز الهضمي الذي يوجد في نهاية الأمعاء. طبعا القولون هو الذي يربط بين الأمعاء الدقيقة ويوصل إلى فتحة الشرج. القولون طوله 1.5 متر ووظيفته هي وظيفة حيوية، وهي امتصاص المياه المتبقية في الفضلات وامتصاص الأملاح، بالتالي سهولة إفراز الفضلات بانسيابية عبر فتحة الشرج. طبعا أمراض القولون طبعا نحن بنتطرق إليها اليوم في العيادة بإذن الله. أمراض القولون طبعا بشكل أساسي نقسمها إلى جزئين أساسيين، الجزء اللي هو الوظيفي أو نحن نسميها الفانكشنال. طبعا الجزء الوظيفي هذه عبارة عن اختلال في حركة الأمعاء، ولكن القولون بشكل أساسي كتركيبة ما فيها أي مرض، ولكن هي مشكلة أساسية هي في قضية الحركة. بالتالي هذول الناس ممكن يحصل لهم تقلصات وإفراز وإسهال أو إمساك، وهذه اللي احنا نسميها بشكل أساسي هي أمراض القولون العصبي أو القولون المتشنج. طبعا هذول يندرجون تحت الفانكشنال أو الاختلال الوظيفي. وهناك الجزء الثاني طبعا المهم هو الأورجانيك أو اللي عندهم الأمراض العضوية، وهذه تقسم بطرق ثانية اللي هي اللي عندهم الأورام واللي عندهم الالتهابات واللي عندهم التقرحات والبواسي، وهذه كلها طبعا لكل مرض له أعراضه وله مسببات. طيب دكتور، أنا كنت أبغي أتكلم على أعراض التهاب القولون. يعني أنت ما شاء الله عليك ذكرتها بشكل سريع، لكن الآن بالنسبة للمستمع العادي دكتور، كيف الواحد يعرف أنه هو قد يكون معرض لبعض أمراض القولون؟ طبعا أولا في بعض العلامات المهمة جدا اللي هي لابد أن أي واحد وجدت عنده يتوجه إلى طبيبه بشكل أساسي وبشكل سريع. هذه الأمراض اللي نحن نسميها العلامات الحمراء أو الريد فلاكس، عندما تكون موجودة لا قدر الله في أي فرد لابد أن يزور طبيبه بأسرع ما يمكن. العرض الأولاني هو نزيف من فتحة الشرج، تمام؟ هذا أول واحد. الثاني حاجة الناس اللي عندهم لو واحد شعر عنده كتلة في أسفل بطنه، أوكي. شيء ثاني إذا واحد مثلا فوق 40
وحصل تغير في خلينا نسميها اللي هو البراز، يعني بمعنى انه كان مثلا يومين يروح الحمام تكرم يوم واحد، لكن بدا مثلا يحصل عنده امساك يروح مثلا ثلاث ايام مره او مره في الاسبوع. الناس اللي عندهم فقر دم اذا شيكوا المريض اذا شيك عليه ووجد انه في فقر دم، هذه كلها العلامات اللي تستوجب زيارة طبيب، بالتالي نعمل استقصاء للتأكد من وجود لا قدر الله تقرحات أو وجود أورام في القولون. والحمد لله المستشفيات متوفرة فيها كل الوسائل للكشف المبكر. شو هي الوسائل التشخيصية دكتور مستخدمة يعني لتحري وكشف هذه الأعراض اللي ذكرتها وهذه العلامات؟ طبعا واحد من اهم الفحوصات اللي يجريها نجريها في العيادات هي الفحص عن طريق البراز لتاكد من وجود الدم. طبعا في بعض الناس ممكن ما يكون عنده النزيف بشكل واضح، ولكن ممكن النزيف التحاليل المخبريه هي اللي نعم التحاليل المخبريه. الفحص الثاني طبعا اللي هو الاهم فحص في استكشاف أمراض القولون هو منظار القولون. هذا المنظار طبعا نعطي محلول لكي ننظف القولون من الفضلات، ثم نعمل المنظار، والمنظار طبعا تشخيصي وعلاجي. في هذه الحالة نحن فينا إذا لا قدر الله وجدنا أورام صغيرة ونقيمها بالمنظار، وممكن نحن في نفس اللحظة المنظار ممكن يشيل هذه الأورام. إذا في التهابات طبعا فينا نقيم درجة الالتهاب ودرجة الانتشار في القولون، هل هو ماسك الجزء الأيسر الكامل الجزء الكامل من القولون، وهل كمان برضو الأمعاء دقيقة متأثرة برضو القولون ممكن يعطينا احنا هذه الصورة. مش كذا بس، كمان ممكن ناخذ عينات من القولون للتأكد من طبيعة هذه الالتهابات، هل هي التهابات جرثومية لا قدر الله، والالتهابات مناعية مثل الالتهابات التقرحية مثل كرونز ديزيز وتقرح القولون اللي هو الأسرة الكولاتي اللي هو تقرح القولون. نعم دكتور، هني بس أنا أبغي تطرق لموضوع طبيعة الغذاء وآثاره على يعني تفاقم أعراض التهاب القولون أو اشتدادها، لأن دائما ما نشوف يعني اللي عندهم قولون ولا كذا ممكن أول ما يأكلون شيء أو يشربون شيء يحسون بهذه الأعراض. طبعا شكرا أولا على هذا السؤال المهم جدا. حقيقة بالنسبة للحمية والأكل المنتظم هو جزء أساسي جدا للإنسان لكي يحافظ على 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 وظائف الجسم بشكل عام بشكل انسيابي. طبعا أمراض القولون حقيقة خصوصا الأورام وجدوا أنها تكثر في الناس الذين يتناولون الأكل اللحوم بشكل كميات كبيرة، الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي السمنة، الناس اللي يدخنون، الناس اللي يشربون المشروبات الكحولية، هذه كلها تؤثر بشكل أساسي بل بتساعد على ظهور أورام القولون لا قدر الله. فهذه الأشياء طبعا لابد من تجنبها، الدخان، المشروبات الكحولية، المحافظة على الوزن المثالي. الوزن الناس الذين لديهم سمنة معرضين حقيقة أكثر من غيرهم لأمراض القولون وأورام القولون بشكل أساسي جدا. الناس اللي عندهم كمان سكري ممكن يتعرضون بنسبة أكثر من 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 غيرهم. المحافظة على أكل الألياف بشكل دوري في الغذاء من خضروات فواكه، هذه كلها طبعا من الأشياء التي تساعد. الرياضة من الأشياء التي تساعد على المحافظة على وظائف القولون. ونقطة مهمة جدا في الغذاء هي شرب كمية كافية من السوائل. حقيقة في ناس كثيرين يعني لا يشربوا كمية كافية من السوائل، حقيقة الشرب لترين مش أقل من لترين للإنسان البالغ، لترين إلى ثلاث لترات اليوم من سوائل من 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 عصائر من
يعني سوائل ثانية شيء أساسي جدا لانسيابية وظائف القولون وممارسة عمله بشكل انسيابي وصحي. طيب دكتور، نحن في مجتمعنا الخليجي يعني بشكل عام والإماراتي بشكل خاص وحتى العربي يعني دائما ما نستمتع بالتوابل والبهارات والفلفل والصلصات الحارة هذه، يعني دائما نحب الأكل يكون سبايسي. فهني بتكلم عن 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 مثل هذه الأطعمة اللي أو هذه التوابل كيف إنه ممكن تساهم في تفاقم أعراض التهاب القولون. طبعا بالنسبة للتوابل والهذه ما في دليل قاطع إنها ممكن تعمل مشاكل في القولون، لكن حتى كثرة البهارات هذه ما في دليل قاطع إنها تعمل تقرحات في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة أبدا، ولكن تجنب أو تقليل أو ما في أحسن من الوسطية. نحن أمة وسطية، فالاعتدال في كل شيء هو الشيء المناسب، ولكن البهارات هذه ما في دليل قاطع أنها ممكن تسبب أمراض في القولون أو تقرحات في القولون، ولكن تجنبها وتقليلها لا شك أنه هو الأنسب. والوسطية في الأكل هي الشيء اللي نحن نوصي به دائما. نعم دكتور، يعني العلاج التهاب القولون فيه مثل ما انت ذكرت عدة بروتوكولات علاجية، منها استخدام المضادات الحيوية او الجراحة وحتى بعض الامور اللي ذكرتها بالنسبة لي دور النظام الغذائي في التهاب القولون والتهاب الامعاء. لكن دكتور، يعني احيانا ما تطالعنا بعض ما بقول يعني الشركات أو كذا، يعني في بعض المنتجات اللي تطرح اللي هي عبارة عن يقولون غير كيميائية وهي من الأعشاب ومن مستحضرات عشبية بهذا الشكل تساهم في علاج هذا القولون. يعني مدى صحة هذه الفكرة الخاصة بعلاج أمراض القولون بالأعشاب الطبيعية؟ الأعشاب الطبيعية من يانسون أو الأشياء اللي تعمل بشكل اعتيادي في البيت، وهذه ما فيها أي مشكلة في استخدامها يعني في غالب الأحيان، ولكن نحن الأعشاب التي تصنع وتخلط بشكل غير مدروس وتصنع بأماكن غير النظيفة هي هذه التي ممكن تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان. أما الأعشاب الاعتيادية اللي هي تعمل في البيت وهي عبارة عن أعشاب طبيعية خالصة وتنحط في ماء وتغلى وهذه وشرب الواحد ما فيها أي ضرر، بالعكس هذه ممكن تساعد في تنشيط حركة القولون وانسيابيته، وممكن تساعد في علاج الإمساك لدى العديد من الناس اللي مصابين به. ولكن الشيء اللي نخاف منه هي الأعشاب التي تخلط بشكل غير مدروس بشكل غير منهجي، و يعني فيها خلطات يعني كثيرة وغير مفهومة، هذه طبعا ممكن تأثر بشكل كبير على العديد من أجزاء الجسم منها الكلى منها الكبد، وممكن تعمل إسهال، ممكن تعمل التهابات بكتيرية أو جرثومية. فهذه الأشياء اللي نحن حقيقة أنا أوصي تجنبها، لكن الأعشاب التي يعني نأخذها بشكل يومي الاعتيادية من نعناع يانسون هذه ما فيها أي، بالعكس هذه أنا شايفها مفيدة للقولون. طيب دكتور، في سؤال يقول ما هو الفرق بين القولون التقرحي والعصبي؟ دكتور إذا تعطيني إياه باختصار عشان الوقت عندنا. يعني أنا ذكرت في البداية هو القولون العصبي هو عبارة عن تشنج في القولون، ولكن كتركيب القولون سليم جدا، لا يوجد في أي مرض عصبي. القولون كتركيبة سليمة جدا، ولكن هو عبارة عن زيادة أو بطء في حركة الأمعاء. بمعنى الناس اللي عندهم القولون العصبي نقسمه بشكل أساسي إلى ثلاث أجزاء، الناس الذين لديهم إمساك بشكل أساسي، إسهال بشكل أساسي، أو أنه في بعض الناس
عندهم خليط بين الإمساك والإسهال، وهذول الناس اللي عندهم القولون العصبة والقولون التشنجي قولونهم سليم بشكل أساسي من الألف إلى الياء. يعني القولو الفحوصات المخبرية المنظار كلها تبين إنه 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 القولون سليم 100%. نأتي إلى تقرح القولون. تقرح القولون عبارة عن مرض يصاب به، ممكن يصاب القولون أو ممكن يصاب كمان القولون مع الغليظة مثل مثال ذلك والكرونز. في هذه الحالة يحصل تقرحات في القولون وممكن تسبب نزيف، ممكن تسبب انسدادات التقرحات هذه، وعلاجها طبعا يختلف عن، لأنه هنا 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 في مرض عضوي لابد من علاجه بشكل مختلف تماما. نعم. في فرق كبير جدا بين الاثنين، هذا عضوي وهذا غير عضوي. طيب دكتور، أنا بدعو المستمعين اللي يبغي يعرف تفاصيل أكثر يتابع حسابات الهيئة على التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تويتر على وسم العيادة الذكية أو سمارت كلينيك، أو حتى من خلال برنامج البريسكوب على الهواء مباشرة، ممكن بالصوت والصورة يتابعون هذه العيادة، وأيضا من خلال الومضات التي سوف تطرح على موقع الانستغرام أو حساب الانستغرام للهيئة. نحن شاكرين لك هذا الوقت دكتور، وخذناك وايد من العيادة، ونتمنى لك التوفيق. الدكتور خالد أحمد محمد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى راشد، شكرا جزيلا لكم. مستمعين الكرام سامحوني تأخرت على الفاصل لأن المخرج شوية متسامح معايا، فنحن نستغل هذا الشيء. شكرا جزيلا، ونتواصل معاكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحقيقة مثل ما وعدناكم منتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهي يعني تعريف ببعض الأمور اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، حيث أنهت الهيئة استعداداتها لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمشاركين في أعمال القمة الحكومية العالمية اللي تشهد دبي اليوم. واستنفرت الهيئة جهود النخب من طواقمها الطبية والتمريضية، كما هيئت مستشفى راشد لتأمين العناية الراقية لأي حالة طارئة لا سمح الله، في وقت خصصت مجموعة من خيرة كوادرها الطبية لتقديم الخدمات المناسبة لنزلاء الفنادق من المشاركين في أعمال القمة، وذلك على مدار الساعة، بجانب عيادة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية تم تأسيسها في مقر الفعاليات لتوفير الخدمات الصحية المتنوعة. أيضا قبل قليل كانت هنالك زيارة لهذه العيادة من قبل معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والتقى بالأطباء الذين يتواجدون في هذه العيادة. وحقيقة نحن من سلط الضوء أكثر على هذه الجهود من خلال ضيفنا عبر الهاتف الدكتور فيكتور بطرس، استشاري ورئيس قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى راشد. مرحبا دكتور. مرحبا محمود، أهلا. يا هلا دكتور. يعني أول شيء يعطيكم العافية. اثنين، خلنا نتعرف على التفاصيل اللي عملتها الهيئة استعدادا لتأمين القمة العالمية صحيا. عزيز، نحن من أول امبارح، من أول بداية وصول الوفود، تم تشكيل فريق طبي غطى كل الفنادق اللي متواجدين فيها الوفود 24 ساعة مع كامل العدة والأدوية، ووجود فريق ثاني بمشفى راشد لاستقبال الحالات إذا في حاجة لنقل أي حالات. ففي بالتعاون مع مؤسسة خدمات الإسعاف وفروا بيئة سليمة وصحية لكل النزلاء من كل الشخصيات، مثل ما قلت على مدة 24 ساعة في منسق عام موجود بيتم الاتصال على أي حالة بأي موقع، بيتم تقديم الخدمة إليها بنفس الموقع اللازمة. خلال المؤتمر في عيادة مجهزة، عيادتين أصلاً تجهيز، عيادة موجودة للعموم وعيادة موجودة بالقاعة للفي آي بي، متواجد فيها تيم طول الوقت. ممتاز. والمشافي الهيئة بالكامل هي باك أب لأي حالة ممكن تواجه.
جميل. دكتور أنا أبغي أسأل عن نوعية التجهيزات المتوفرة في العيادة اللي تم تأسيسها بمقر القمة، يا ترى شو هي نوعية التجهيزات و يعني الحالات اللي ممكن توفر لها العناية من خلال هذه التجهيزات؟ يعني بدك تقول عيادة كاملة من كل التجهيزات الطبية اللازمة للطبيب ليقوم بعملية الفحص والتشخيص وأعطاء الأدوية وإجراء بعض الإجراءات الطبية البسيطة اللي ممكن إجراءها بالعيادة. يعني لأعطيك مثلا كخياطة جرح، كتضميد سحجات، علاجة أعطاء بعض الأبر المسكنة لحدا، يعني مثلا اليوم الصبح حدا الساعة 7:30 أحد المريضات أصيبت بسحجة، وقلنا نحن يعني وسي للمفصل عنق القدم، يعني كان قدمت خدمة بنفس المكان وما كان في حاجة للنقل. في أجهزة تخطيط قلب كهربائي، في جهاز لتحليل بعض الأمور ومنها سكر الدم، منها تحليل دم بسيط، يعني الأمور هذه اللي لازمة للطبيب لوضع تشخيصه. طيب جهاز فحص الأنف والأذن والحجرة، يعني كله موجود. جميل. الدكتور أنت تحدثت عن مستشفى راشد أنه هو على أهبة الاستعدادات، خلنا شوية نستغل الفرصة للحديث عن الإمكانيات التي يتميز بها مستشفى راشد والخدمات الطبية التي تقدم في قسم الطوارئ في هذا المستشفى. مستشفى راشد بالبقارة في الجميع، هو مجهز بكل الاختصاصات وبيقدم الخدمات الطبية على أنواعها إسعافية وغير الإسعافية، وأي حالة ممكن تواجهنا ممكن علاجها بمشفى راشد، من الحالات القلبية إلى الحالات السكتات الدماغية إلى حالات الإصابات نتيجة الحوادث أو نتيجة السقوط. بس إنه بعض الأمراض النسائية وأمراض التوليد وأمراض الأطفال هذه في مشفى ثاني، والمشفى بصل كمان هيئة الصحة مشفى لطيفة. دكتور مشفى لطيفة، مشفى لطيفة. طيب دكتور يعني كم عدد الأطباء اللي مشاركين وأيضا عدد العيادات اللي تم؟ هلا في عندنا عيادتين موجودين بمكان انعقاد المؤتمر العيادي الرئيسي مثل ما قلت موجود فيها طبيب وطبيبة. العيادة الإسعافية اللي موجودة بقاعة المؤتمر فيها طبيب وطبيبة. بكل فندق من الفنادق اللي فيها نزلاء موجود طبيب 24 ساعة مع شرطة أدوية له، وفي فريق طبي رديف. فريق الرديف إذا في أي سوشيال أكتيفيتي على جانب المؤتمر خارج المنطقة هذه ممكن هو من الفريق الرديف إنه يطلع مع المجموعة يروح المكان فيه النشاط رياض. جميل. دكتور يعني أنتم مغطين ما شاء الله المنطقة وخارج المنطقة والفعاليات المصاحبة لهذا المؤتمر، يعني مجهود كبير جدا. واجبنا. يعني بحب ضيف كمان اليوم بعد زيارة معالي مدير عام هيئة الصحة ورئيس مجلس إدارة كمان اجت مديرة مشفى راشد وطيب مشفى راشد كمان طلع على الأمور وتأكد أنه كل الأمور على أحسن ما يرام. جميل جدا. دكتور يعني قبل لا أختم معك هذا اللقاء، يعني كلمة تبغي توجهها للجمهور للتعريف بالجهود اللي تقام من قبل لجنة تأمين الفعاليات؟ يعني اللجنة الطبية اللي هي جزء لا تجزء من لجنة تأمين الفعاليات بتطمن كل المستمعين على أنه لا تبذل جهود حسيسة لتأمين بيئة سليمة لكل الكل يطمن على أنه على ويكون على ثقة على أنه أي شيء ممكن يحدث معه راح يتقدم له خدمة من أفضل ما يكون، بحيث أقول إن شاء الله ما بيصير شيء معه. نتمنى للجميع إقامة سليمة وصحية، بس على فرض أن صار شيء نحب نطمنهم أنه هم بين أيدي سليمة. جميل جدا دكتور. نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الفعاليات اللي تقدمونها وأيضا للجهود اللي تقدمونها. دكتور دكتور بطرس استشاري ورئيس قسم الإصابات والطوارئ في مستشفى راشد، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا،
تعرفنا على اللجنة وما تقوم بها من مجهودات حقيقة حثيثة وجبارة في تأمين الفعاليات بشكل عام في إمارة دبي، وأيضا المشاركة الكبيرة اللي تقوم بها خلال أعمال القمة الحكومية العالمية لضمان صحة جميع الوفود المشاركة، جميع العاملين في هذه القمة، وأيضا زوار هذه القمة. عموما وصلنا نحن معاكم إلى ختام هذه الحلقة، ويعني في الختام دائما بس أحب أذكركم اللي حاب يتعرف أكثر على تفاصيل العيادة الذكية يقدر يتواصل من خلال حسابنا في تويتر أو على الوسم الخاص بالعيادة الذكية. يعني الوسم هو عبارة العيادة أندرسكور الذكية أو سمارت كلينيك، هذا بالنسبة للمشاركة في العيادة الذكية في حساب هيئة الصحة DHA أندرسكور دبي. بتعرفون أكثر على أمراض الجهاز الهضمي من خلال هذه العيادة، نتمنى منكم التفاعل مع هذه العيادة لأن حقيقة فيها معلومات كثيرة، ممكن حتى اللي ما يقدر يتواصل معهم الحين ممكن يطرح أسئلة مباشرة، يتعرف على المعلومات اللي وردت في هذه العيادة من خلال حسابنا في تويتر، وأيضا من خلال البث الحي والمباشر بالصوت والصورة على برنامج البريسكوب. عموما مستمعينا نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، وأيضا نتمنى لكم التوفيق. دائما في الختام أتوجه بالتحية لفريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لمخرجنا اللي دائما يطول باله علينا أستاذ أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلتقي في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.